أم كانت عندي مع علاقة طيبة وكنا على اتصال دائم، وكانت الحمد لله بصدد تتوجد الفيلم ديالها الأخير اللي كتبته أختها في الإمارات السيناريو، وكانت غادي تديرو في المغرب إن شاء الله بعد عيد الفطور، اللي كان غيتم تصوير الفيلم بعد الفطور، وكانت بصدد القيام بكل التجهيزات وكل المسائل خطوات باش تصور الفيلم ديالها. وئام الإنسانة، وئام إنسانة طيبة بسيطة مثقفة، بحيث كنت تشرفني بالنسبة للدراسة ديالها، حرزات على مهندسة في لاشيمي اندستريال، ودرت الإعلام ومشات حتى الإخراج في مصر، بحيث كانت فنانة متعددة المواهب، وكانت طموحة وعندها إرادة قوية للوصول إلى بوليود، وبالفعل وصلت لبوليود، وكانت أول عربية توصل لبوليود. كل واحد يقول لي هذيك ضريبة الشهرة، بحال اللي قلت للإخوان ضريبة الشهرة. وئام ماتت إثر نوبة قلبية مفاجئة، وتشريح الطبي بالإمارات أكد ذلك.